في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة الجرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية وكذلك مواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، فقد أسفرت جهود الوزارة خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. نتابع. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن مصرع 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط عدد 1766 عنصراً إجرامياً بنطاق 18 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سرقة، مخدرات، خطف، استعمال القوة، سلاح ناري وذخيرة، وبحوزتهم 1087 قطعة سلاح ناري من بينها رشاج جيرينوف، 171 بندقية آلية، 143 بندقية خرطوش، 46 مسدساً، 723 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية وضمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 205 متهم وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 3851 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3195 متهماً من بينهم جيرينوف 3 رشاش، 550 بندقية، 362 بندقية آلية، 196 مسدساً، 2739 فرد محل الصنعة، وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 10550 طلقة متنوعة و405 خزينة، إضافة ل 5768 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة وبها أسلحة نارية وأدوات التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 36 تشكيلاً عصابياً ضموا 127 متهماً قاموا بارتكاب 246 حادث متنوع. كما تم ضبط 681 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وتم كشف غموض 301 حادث ما بين خطف، قتل، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 392 متهماً. كما تم إعادة 19 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,053,690 حكماً قضائياً متنوعاً من بينها 8,528 حكم جناية، من بينها 6 أحكام بالإعدام و 344 حكما بالسجن المؤبد، وعدد 617,480 حكما جزئيا، و 120,910 حكما مستأنفا، و 1,008,025 حكم غرامة، و 298,747 حكم مخالفة،